انطلق في العاصمة التركية أنقرة المؤتمر العام السابع لحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في كلمته بالمؤتمر أن بلاده حققت مصالحها شرقي المتوسط وأمنت ثروات المنطقة بوساطة الاتفاقية البحرية مع حكومة الوفاق الليبية، وأنها مستمرة في حماية مصالحها في المنطقة. ومن اسطنبول ينضم إلينا مراسلنا عدنان جان. عدنان، كلمة الرئيس أردوغان لأعضاء مؤتمر حزب العدالة والتنمية يعني يبدو أنها تضمنت رسائل عدة، إن كان للداخل أو للخارج، منها حديثه مثلا عن تغيير الدستور، حديثه أيضا عن أن تركيا حققت أهدافها في الشرق المتوسط، وعما وصفه بضرورة ربما إنهاء الخصومات. ما هي أبرز النقاط اللافتة للانتباه في حديث أردوغان؟ بالفعل فرح، هذا هو المؤتمر العام السابع لحزب العدالة والتنمية الذي يعقد هنا في العاصمة التركية أنقرة. كلمة مطولة ألقاها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال هذا المؤتمر تناولت شقين، شق موجه إلى الرأي العام الداخلي والسياسة الداخلية في البلاد، وأيضا شق موجه إلى السياسة الخارجية التي سوف تنحوها تركيا خلال السنوات القليلة المقبلة. داخليا أردوغان دعا جميع الأحزاب السياسية التركية على اختلاف توجهاتها إلى ضرورة الالتقاء في نقطة واحدة حول إعادة صياغة دستور جديد للبلاد غير ذلك الذي صاغه الانقلابيون بحسب وصفه عام 1981 إبان الانقلاب العسكري آنذاك، وقال بأن هذا الدستور الجديد الذي سوف يتم العمل عليه خلال المرحلة المقبلة سوف يكون دستورا مدنيا يتوافق مع تطلعات الشعب التركي. أيضا تحدث عن إنجازات حكومات حزب العدالة والتنمية منذ عام 2002 وحتى هذه اللحظة، في عدة مجالات تم إنجاز الكثير من المشاريع الخدمية لا سيما في مجال الصحة، الطاقة، التعليم، كل هذه الأمور تحدث فيها أردوغان خلال هذا المؤتمر. أما خارجيا وهي الرسائل الهامة التي أدلى بها اليوم أردوغان، تحدث عن أن بلاده تمكنت من المحافظة على مصالحها شرقي البحر الأبيض المتوسط والحفاظ على مصادر الطاقة في تلك المنطقة من خلال توقيع اتفاقية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية والتي مكنت تركيا من التنقيب عن الغاز في المياه الواقعة شرقي البحر الأبيض المتوسط. تحدث أيضا بأن تركيا سوف تعمل على إنهاء السياسات الخصومية بين قوسين مع جميع الدول من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا، وقال بأن الفترة المقبلة سوف تشهد سياسة تركية جديدة قائمة على إحلال السلام في هذه المنطقة. أيضا تحدث عن الملف السوري وقال بأن بلاده سوف تواصل سياساتها في هذه القضية حتى تحقيق جميع تطلعات الشعب السوري بحسب وصفه. أكد على نقطة مواصلة دعم الحكومة الليبية وقال بأن موقف بلاده وموقف تركيا من دعمها للحكومة الليبية مكن تلك الحكومة من السيطرة على الوضع في ليبيا، وقال بأن الفترة المقبلة سوف تكون أكثر أمنا وتحمل الكثير من الآمال للشعب الليبي بسبب المواقف الداعمة لحكومته لحكومة الوفاق الوطني الليبي. وأيضا هناك نقطة هامة وهي بأن الخطاب هذا اليوم فرح كان بمثابة برنامج سياسي انتخابي للانتخابات الرئاسية التي سوف تشهدها تركيا عام 2023. التحالف سوف يمضي قدما بحسب أردوغان بين حزب العدالة والتنمية من جهة والحركة القومية من جهة أخرى. سوف يكون هناك مرشح واحد لهذا التحالف هو رجب طيب أردوغان الذي سوف يخوض تلك الانتخابات ضد مرشح المعارضة التي لو لم يتم تسميتها أو التوافق عليها حتى هذه اللحظة. واضح أن هذا المؤتمر سيكون له ما بعده في السياسة التركية. شكرا جزيلا لك عدنان جان من أنقرة.